اخوت مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا النهار مع السي علي المستشار الجماعي اللي دار واحد الحوايج اللي بغينا نشوفوا هذه الخلفه اللي عنده اللي هما يعني اثمنه مختلفه واثمنه في كيما نقولوا مناسبه للجميع، يعني اللي بغى الرخال اللي بغى الغلا اللي بغى الكبير اللي بغى الصغير كل شيء كاين عند السي علي. والسي علي يدير بينا جوله في الكوري هنايا باش نشوفوا الحواله والنمره ديالو، غادي نخليوها لكم في الفيديو. تعرفنا على هذا المشروع ديالك اللي درت قبل العيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه كنشكرك السي سمعاني. خرفان عاود كيبداو من 160 170 سير ندخلوا نشوفوا. 5000 درهم هو هذا راه 200 200000 2000 درهم هذا هو 180 180 الف فرنك. 1800 درهم هذا 1250 250 الف فرنك 2500 درهم. الكحل اللي حداه الكحل اللي حداه بحالو بحال هذا بحال بحال. سير سير نشوفو. تبارك الله اللهم زيد وبارك. هذا داير 3700 هذا 3700 اللي موراه هذا اللي حداه اللي موراه 220 220 2200 درهم اللهم بارك وزد في ذلك. كاين المهم كاين 200 كاين 220 هذا هو فين راه هذا داير 220 2200 درهم كعرف تحب الفرطاس ما يشوقش بزاف شويه هذا هما فين 240 هذا الثلاثه كيتشابهوا 2400 درهم قلت له ها واحد صاحبي كذا قال لك اودي انا شريتهم عنده شي ولد عمو كيبيع يا قلت شريت الخير ياسر والقلوب مضمي يا الخير ياسر واحبابنا تهركي على حساب الكوري كاين فوق سوق الغلم اقليم حتى هو في توريت بعيد على المدينه ديال توريت بواحد 3 كيلو ما يطول يعني اللي بغى السي علي يتصل به. كيفاش قلت السي هادو خرفان تباع كلشي اللي هنا تباع لا تباعوا هادو وحده راه من هنا المهم بعت شي 70 ولا 75 واحد يعني هذا الشيء اللي مستلك من هي كلشي تباع لا هادو تباعوا واحد السلعه راه منها تباع المهم علاش 75 غير كنقول حنا حتى اللي ما يشريش علينا ما عندناش مشكل واه اللي شرا كيبقى هنا حتى العيد واكل خالص الماكله ديالو ولا خالص يعني اللي بغى يخلي هنا حتى نهار العيد ماكلته خالصه ما عندناش مشكل حتى اللي بغى يجيبو من جهه اخرى ولا مرحبا يعني ما عندناش مشكل يعني يعاوننا شويه في العلف ويجيبو ما عندناش يعني واخا يشري من جهه اخرى ما عندناش مشكل. بحال داك الجدع شحال تباع داك الجدع اللي لهيه؟ داك الجدع تباع 140 140 الف فرنك الله يسخر. كاين هذاك راه ساوي 4700 درهم مازال ما تباعش ولا تباع؟ لا مازال غير كينقز راه حنا راهين يعني هو الوحيد في هاد البلاصه اللي مازال ما تباعش الاخرين كلشي تباعوا لا كاع تباع مليح خلاص نهضروا شويه على الخروفات. الثمن ديال الخروفه ما بين 100000 ل 140000 كاينه ديال 80000 وكاينه ديال 80000 هي 800 درهم 800 درهم وكاين ديال 150 1500 درهم نقولها للاخوان الناس ما عندها علاش غادي تخاف. كاين اللي بغى يعيد ب 100000 راه كاين خروف 100000 خروفه 100000 120000 130 140 واللي بغى يعيد ب 5000 و 4000 درهم و 3000 درهم و 200000 كل واحد كيمشي على جهده. غير الناس ما بقاوش يخوفوكم كاين الغلا كاين الغلا إيه ما يقدرش يشري حولي يشري حوليا علاش بنادم يكلف راسو يمشي للبنكه ويفد الفلوس ونمشي نشري حقه ما حقه حولي ديال 4000 درهم وديال 3000 و 700 ولا كاين خروفات راه مزينات ها هما بحال الخروفات هاد هادو تباعو 150 هاد خروفه بحال بحال الخروف راه 150 الف فرنك واه 150 ها هي تبارك الله قدك الخروف اللي وريتني 150 واه
يعني غير الناس يعني الناس دات الشنعه ديال الخروف كيبغيو يطبقوا السنه فهمت. كاين واحد القضيه اخرى شي ناس بقاو كيقولوا الغلال الغلال والله يحسن العون الفلاح راه الزرع دابا داير 500 درهم داير 43000 45000 كان واحد الوقت داير 20000 داير 22 داير 21500 كل الزاد ولكن رغم ذلك راه ما كانش الغلال غير باش الناس يبقاو يغلطوكم كاين اخر فان هاهم هذاك 240 راه تبارك الله يعني وكان قبضوا له شي حاجه هذاك راه فيضه 240 تاو ها هو خروف ها هو 140000 ها هو فين راه يعني الناس باش ما بغات تعيد يعني يكذب عليك الكذاب اللي يقول لكم ودي العيده يمشي اللي مول في عيد بحولي ديال 300 عيد بحولي ديال 200 اللي مول في عيد بخروفه ديال 180 اللي عيد بخروفه ديال 140 150 هكا وهي ماشي صحياتي السيدي شكرا السيدي.